المغرب لسه ربنا ما كتبش. لسه يا جماعه ربنا بيرزقنا. انا بكرش على مصر كلها وما فيش واحد لحد دلوقتي ابدا. معلش شغل الفيديو بقى. لو جيت سالتك اوصف لي اللي حصل في الرحله دي هتقول لي تفاصيل من طاقه السلام عليكم. ممكن ما تفتكرش في السنه دي حصل ايه تاني. انا لو سالتك على حاجات ثانيه لكن ده بذور معين انت اللي تفتكره. او مثلا اول يوم ليك في الجامعه. او مثلا مش فاكره ثانويه عامه. دي ما تتنسيش. حاضر. لا دي ما تتنساش الصراحه. عايز تسمعني ان شاء الله بيعرفوا اسكتوا ما تحبوش خلاص. ليه بننسى يا ولاد؟ عشان الجرح يا اسطى. ده سيمبل يعني. بعد السبعين ممكن تبقى تروما. ايه؟ تروما. تروما. ايه كمان؟ ما عرفتش ادخل معلوماتها اصلا صح من الاول. برافو عليك ما سويتش معلومات صح اصلا. ايه كمان؟ بتحشش. بتحشش برافو عليك. ممكن انا بنسى عشان ما عنديش كباستي ليها كباستي معينه بعد كده وما اقدرش اكمل معلومات. لا ما اصل انت دماغ ممكن تعالج بياخد كميه معلومات رهيبه ومالوش حدود. لا 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 مالوش حدود حرفيا حرفيا. انت بتتمطع بتتاوي ولا بتقول؟ ايوه برافو عليك يا سلام. ماده زي الزفت ومش طايقها والدكتور مقرف ومش عارف اشوف خلقته والنبي اللي قاعده ذاكر مفتكر حاجه؟ سبع شباتب بحالهم. سبعة مين بقى؟ لا طبعا هو بتذكروا عشان المادة لذيذة. عشان الدكتورة بس لذيذة. طيب. أو في حاجة اسمها الـ أنا عندي معلومات قديمة